السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمواكبه التطورات الاخيره في جزيره سقطرى. افاد مصدر امني في سقطرى بان مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا رحلوا عشرات المواطنين والعسكريين عقب احكام السيطره على المحافظه. وأكد المصدر لقناة بلقيس أن معظم المرحلين من أبناء المحافظات الشمالية، بينهم جنود وضباط في اللواء الأول المشاة بحري التابع للشرعية. وأشار إلى أن الانتقال يهدف إلى الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة في الجزيرة. وقال محافظ سقطرى رمزي محروس، قال إن المحافظة تتعرض لفوضى عارمة تقوم بها ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا. وأضاف في بيان له أن الميليشيا على مدى أسابيع هاجمت معسكرات ومؤسسات الدولة، ثم اجتاحت مدينة حديبو عاصمة المحافظة، وسيطرت على إدارة الأمن والمحافظة بقوة السلاح. وذكر أن سقطرى تعرضت لخذلان وصمت مريب، وأن أبناء المحافظة لن يقبلوا بالميليشيا وداعمها ويرفضون الوصاية. إذا نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا بعد سيطرة الانتقالي على سقطرى؟ وهل لا تزال الشرعية تملك من الأمر شيئا، أم أن الأمر الآن بيد اليمنيين ليقرروا مصيرهم؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. سقطرى التي لطالما نأت بنفسها عن سوءات الحروب وشرورها تدخل عصر الفوضى على يد الإماراتيين وأتباعهم. كانت الجزيرة هادئة ووديعة كفراشات الربيع، إلى أن دوت فيها أصوات المدافع وأزيز الرصاص. فهل كان ذلك الأمر يخطر على بال السلطة الشرعية وهي تطلب المعونة والسند من التحالف السعودي الإماراتي؟ ذاك سؤال يقود لفهم عقلية السلطة وقصورها في التفريق بين العدو والصديق وبين المصالح والأطماع. وإلا فكيف خيل للشرعية اليمنية أن الإمارات الطامعة في الجزيرة منذ سنوات ستنأى بأطماعها في سبيل الانتصار لحق اليمنيين في الدولة والاستقرار، إن لم تكن أصلاً مصابة بخلل سوء تقدير الأمور، يقول قائل. ولماذا لا تزال الشرعية حبيسة للانهزامية واللاموقف رغم ما يحدث للبلاد من تدمير ونهب واحتلال، وتكتفي فقط ببيانات الاعتراف بالهزيمة رغم مراراتها، أم أنها اعتادت عليها واستحلت مرها؟ أما الأحداث في الميدان ففيها من الوحشة والصدمة للمواطن السقطري الوديع ما يجعله يعتقد أن القيامة دنا موعدها في الجزيرة. لكن تلك الصدمة وإن كانت قاسية إلا أنها وضعت السقطريين أمام حقيقة الحلفاء الأعداء، ووضعتهم أيضا في بداية الطريق للخلاص من أطماع الإقليم وشرورهم الدفينة حسب ما بات رائجا ومتداول. إذا مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من العاصمة العمانية مسقط. ينضم إلينا القائد في الحراك الجنوبي علي البجيري. سيد علي مساء الخير. نعم، إذا يبدو أن ضيفنا لم يجهز بعد، وإنما أرحب هنا بضيفي الآخر. سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء، سينضم لنا السيد علي، أو عفوا حسين الحمشي، وأرحب به. سيد حسين مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد حسين. نتحدث اليوم عن آخر التطورات فيما يتعلق بجزيرة سقطرى، يعني كيف يمكن قراءة الأحداث الأخيرة في الجزيرة ولصالح من هذه التطورات؟ هذه التطورات لصالح أبناء جزيرة سقطرى ومحافظة سقطرى، مثلما الإدارة الذاتية الموجودة في مأرب هي لصالح أبناء مأرب الذين يديرون أنفسهم منذ 5 سنوات من دون رفضوا توريد إيرادات المحافظة البنك المركزي عدن، أن تم تحويله إلى العاصمة عدن. في سقطرى أبناء سقطرى أمسكوا بزمن الأمور عسكريا وامنيا وسياسيا، وتترتب الان الاوضاع بايدي ابناء سقطرى يديرون انفسهم حكما ذاتيا عبر الحكم الذاتي في الجنوب والمدن، كل مدينه ومحافظه تدير بنفسها ذاتيا وتورد مواردها الى هذه المحافظه للاستفاده منها بعد غياب وفراغ للحكومه التي اخلت بكل شيء امنيا وخدماتيا
وسياسيا واداريا في كل المدن. نعم، لكن سيد حسين يعني انت يعني ذكرت نقطه بان ابناء سقطرى اليوم يحكمون انفسهم. في السابق من كان يحكمها؟ اليس محافظ سقطرى رمزي محروس ومن معه هم من ابناء سقطرى؟ الامر لا يعني ديانات والامر لا يعني شخصيات بعينها. ففي الكويت كانت تحكم حكومه كويتيه اثناء الاحتلال العراقي، وفي فرنسا كانت تحكم حكومه فرنسيه، حكومه فيشي اثناء الاحتلال الالماني. الامر لا يعني شخصيات بل مشاريع. رمزي محروس هو عضو حزب الاصلاح، ذراع الاخوان المسلمين في اليمن، ويحكم باسم هذا الحزب وهذه القوى وباسم مشروع قادم من الشمال ليحدده ابناء المحافظات الجنوبيه بما فيها محافظه سقطرى. فالامر لا يعني ان رمزي محروس كاداه لحزب يمني هو. طيب يعني لو اسقطنا النظريه هذه التي تتحدث حولها عن ما يحدث اليوم في جزيره سقطرى، من يسيطر اليوم على الجزيره ومن يحكمها؟ هي الامارات وليس ابناء سقطرى، والجميع يعرف من يدير هؤلاء الناس ومن يحركهم. الامارات تحكم سقطرى، هذا موجود على قناه بلقيس فقط، لكن من يحكم سقطرى هم ابناء سقطرى وليس هناك اماراتي واحد. يعني الامر خافي على الناس ولا احد يعلم من يحرك المجلس الانتقالي الى اليوم وانت لا تعلم؟ من يحرك المجلس الانتقالي ومن يحرك الشرعيه ومن يحرك جماعه الاخوان المسلمين في اليمن ومن يحرك كل ذره تتحرك في اليمن هو التحالف العربي الوصي على البلد بقرار مجلس الامن منذ سنوات. هذا واضح للعيان، لكن لا نتحدث عن التحريك لمصالح اماراتيه، ولكن هذا تحالف عربي موجود يدعم كل الفرق. ومن اتى بالتحالف العربي؟ الم تاتي بالتحالف العربي الشرعيه التي اليوم بات يعني كما قلت ان المجلس الانتقالي مدعوم من التحالف لمحاربه الشرعيه التي اتت بالتحالف، كيف يفهم هذا الامر؟ كيف يفهم ان قياده الشرعيه موجوده في العاصمه الرياض التي هي قياده التحالف العربي، وان التحالف العربي يدعم المجلس الانتقالي الا اذا كانت الهرم في الشرعيه والرئيس عبد الرب المنصور هادي راضي بهذا الدعم ومنسق مع التحالف العربي؟ والمجلس الانتقالي احد مكونات الشرعيه كما قال بيان التحالف العربي في الشبكات الاخيره بعدن. فاقسام الشرعيه الموجوده منها المجلس الانتقالي، منها قوات حراس الجمهوريه، منها قوات التهامه. فالشرعيه لا تقتصر على حزب معين يراد له ان يكون هو شرعيه. يعني المجلس الانتقالي احد مكونات الشرعيه، احد مكونات الشرعيه لضرب الشرعيه. طيب ابقى معي سيد حسين، سارحب بضيفي في القيادي في الحراكه الجنوبي سيد عادل الحسني. سيد عادل مساء الخير. مساء النور، ولكن للتصحيح انا لست قيادي في الحراكه. قيادي سابق نحن أشرنا إلى ذلك. إذن سيد عادل مرحبا بك بكل حال، ويعني نتحدث اليوم عن جزيرة سقطرى، ولعلك استمعت لي حديث ضيفنا السيد حسين أو حسن الحنشي يتحدث بأن اليوم جزيرة سقطرى عادت إلى أبنائها وهي تحت إدارة أبنائها، وهذا ما حدث في الجزيرة. كيف وجدت حديث ضيفنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك وعلى الضيف الكريم الاستاذ حسين وعلى الساده السامعين، ونسال الله ان يحقن الدماء في بلدنا العزيز اليمن وان يرد الجميع الى اصوابهم. بالنسبه لجزيره سقطرى يعني هي محل اطماع دوليه منذ القدم ليست من اليوم، نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام المطل على المحيط الهندي والقرب من باب المندب. الصراع عليها صراع دولي، بل حتى الامارات العربيه المتحده اذا جينا للحقيقه هي عباره عن اداه لدول اكبر منها. يعني الغرب راى ان قضيه الاستعمار والدخول المباشر للبلدان اصبح مكلف له، فاصبح له ادوات تخدمه في المنطقه، ومعروف ان الامارات العربيه المتحده ما هي الا اداه ولها حصتها من الموانئ ولها حصتها من السواحل، انما هي تخدم اجنده وبرامج كبرى. فالصراع صراع كبير على هذه الجزيرة، هو أكبر من الأستاذ حسين وأكبر من المجلس الانتقالي. بالنسبة للمجلس الانتقالي هم في الأخير هم من أبناء اليمن، يعني وإن كانوا أدوات مع الإمارات نحن نتمنى أن يكونوا أنفسهم في مكون أو حزب سياسي ويشاركوا في العملية السياسية، وإذا أراد الناس أن يكونوا حكام لهم فلا مانع من ذلك. لكن الخلاف بيننا وبينهم أو أي تيار موجود
وفرض الفكرة بقوة السلاح. هو يعلم الأستاذ حسين أنه لا يستطيع المجلس الانتقالي أو غيره فرض علينا نحن في المحافظات الجنوبية أي فكرة يتبناها الأخوة في المجلس الانتقالي، سواء كان انفصال أو وحدة أو أقاليم أو يعني انبطاح الإمارات، كل هذا لا يستطيع أي طرف أن يفرضه على الآخر. بالنسبة للإمارات، بالنسبة للسقطرة، أنا أكد لك أن الصراع عليها صراع دولي كبير، ولكن أبناء اليمن يعني لن يفرطوا في هذه الجزيرة ولا في ذرة من ترابها. نعم، لكن ماذا بعد السقطرة؟ يعني هل ننتظر أن الدور آت على محافظة المهرة وحضرموت أيضا؟ والله يا أخي الكريم، هذا مصيرنا وقدرنا. يعني نحن استعنا بتحالف غادر كاذب فاجر، يعني تحالف ترك الهدف الذي جاء من أجله وهو استعادة الشرعية وقتال الحوثي ليذهب في عمق البحار. يعني لم يعد خافيا على أحد، حتى العجوز الذي حدودب ظهرها يعني انكشف لها هذا الأمر أن التحالف له برنامج خاص به، فهو الآن سينطلق بعد سقطرة إلى حضرموت والمهرة. لكن الذي يتضح لي أنه يعني يختلف من مكان إلى آخر. سقطرة يا أخي الكريم هذا منطقة أنا زرتها لا يوجد فيها قطعة سلاح، هذه منطقة تختلف تماما عن تكوين الشعب اليمني، منطقة مسالمة لم تسفك فيها قطرة دم. تصور يا أخي الكريم، اليمن كلها لا يوجد بلد أو محافظة في اليمن إلا ويوجد فيها ثأر قبلي، إلا سقطرة لم تسجل حالة قتل واحدة حتى وطأتها الأقدام السعودية والإماراتية وأرادوا أن أهلها أن يقتتلوا فيما بينهم ليحكمهم هذه الجزيرة. فأهل الجزيرة سقطرة يختلفوا عنا تماما، فتواجدهم في شرطة عن المحافظة في تواجد في شرطة ما هي إلا هي أول فترة بسيطة، لكن أصبحت شرطة اليوم لا تقتل في أبداً كله. نعم، إذا ابقى معي سيد عادل، سأعود إليك مرة أخرى وأعود لضيفي رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء سيد حسين. سيد حسين، يعني نتحدث، يعني ما هو مشروع الانتقالي اليوم؟ يعني هل كما قلت بأنه مشروع ليس لديه أي أجندات خارجية يقوم بتنفيذها، أم أن الأمر يعني يختلف عن ذلك تماما؟ أولا تحية إعزاز لصديقي وأخي الأستاذ عادل الحساني. مشروع الانتقالي هو ليس مشروع الانتقالي، هو مشروع شعب الجنوب الممتد من 94 حتى اللحظة الراهنة. هناك أكثر من مليونية مركزية خرجت في العاصمة عدن منذ النظام السابق، حتى من يملك هذه القناة سيدة توك الكرمان كانت تخرج في مظاهرات مساندة للجنوب قبل أن يتحول رأيها. الجنوبيون لهم قضية يقابلون من جنوب القرم المجلس الانتقالي وكل قيادات كانت ضمن هذا الحراك وهذه الثورة الجنوبية والمجلس الانتقالي. طيب يا سيد حسن، يعني على أي أساس، دعنا نتوقف عند هذه النقطة، يعني تتحدث بأن المجلس الانتقالي هو من يمثل شعب الجنوب وقضية الجنوب، و يعني كما يعرف الجميع بأن هناك كثير من الجنوبيين رافضين لفكرة الانتقالي وتمثيله في الأساس للقضية، وهناك سخط شعبي واسع في المحافظات الجنوبية. على أي أساس يعني نضع أن الأمر حصري بيد الجنوب وأنه هو الممثل الحصري والشرعي للقضية؟ هناك التفاف شعبي حول المجلس الانتقالي لا يمكن لأي إنسان أن يقره، هناك فعاليات مركزية في كل المحافظات، لكن إذا أردنا أن نسحب من الانتقالي هذه الشعبية وأن نكون مهنيين واقعيين وبالمسطرة والقلم أن نحط من نفس الشعب الجنوب، فعلى الأخوة في الشمال وعلى القوى الموجودة في الحكومة وعلى القوى الموجودة في اليمن أن تقبل باستفتاء شعبي لشعب الجنوب يقول فيه ما يريد. من قال أن هذا المجلس لا يمثله وأنه ليس لديه قضية وأن قضية الجنوبية مع اليمن وأن الوحدة يجب أن تبقى، فكلنا سندعي لذلك. وإن قال أنه يريد قضية التي نوضع من أجلها منذ ربع قرن وأن يريد تحرير واستقلال أو حتى إقليم واحد ضمن فيدرالية فيها الجنوب مد وشريك أساسي زي كما دخل في الوحدة فليكن، لكن من يهرب من استفتاء شعب الجنوب بما يريد هو من يخاف أن يظهر المجلس الانتقالي هو من يمثل الشعب الجنوب. علينا أن نكون واقعيين. طيب لماذا لا يسعى إلى استفتاء
لماذا لا يسعى إلى استفتاء وبالتالي يحدد من هو الممثل لهذا الشعب؟ أو بصورة أخرى، لماذا لا يعلن نفسه كحزب سياسي ويترك السلاح ويترك فكرة الميليشيا التي يتعامل من خلالها؟ جميل، وأنا أضم صوتي إلى صوتك أن نقنع جميع القوى الموجودة في اليمن ككل أنه أن يجري هناك استفتاء برعاية دولية من الأمم المتحدة للشعب الجنوبي يقول رأيه. كذلك فيما يخص الأحزاب، القانون اليمني يمنع أن يكون هناك حزب على أساس مناطقي أو جهوية مناطقية أو جهوية. طبعا قصدي ليس استفتاء من أجل تحديد الوحدة أو الانفصال، نحن نتحدث استفتاء فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وتمثيلها. أنت تهرب من مسألة أن يحدد الشعب الجنوبي أنه لديه قضية منذ ربع قرن. ليس تهرب، وإنما موضوع الوحدة والانفصال هذا موضوع آخر بعيدا عن موضوع الانتقالي وتمثيله للقضية. الانتقالي وكل المكونات الجنوبية التي تدعي للتحرير والاستغلال هي تمثل هذه القضية. الاستفتاء يجب أن يكون، لكنهم مختلفين تماما، لا يوجد أي اتفاق بينهم، وهناك أكثر من فصيل جنوبي يرفض للانتقالي. لا مشكلة، علينا أن نعمل استفتاء حقيقي برعاية دولية للشعب، والشعب سيحدد هل يمثله التيار الذي يرغب في البقاء ضمن اليمن أم يمثله التيار الذي في المجلس الانتقالي ويقبل بأن يكون هناك قطر جنوبي منفصل وأن تعود للدولة الجنوبية. لماذا الهروب من استفتاء شعب الجنوب حول تغيير مصيره؟ نعم، إذا ابقى معي سيد حسين، وأذهب مرة أخرى لضيفي القيادي في الحراك الجنوبي القيادي السابق عادل الحسني. سيد عادل، يعني ما نلاحظ الشرعية بعد كل خسارة فقط تكتفي ببيانات ويتوقف الأمر عند هذا الحد، يعني هل يمكن القول اليوم أن الشرعية لم يتبقى بيدها غير البيانات فقط؟ أولاً يا أخي الكريم، عندما نحن نقول الحفاظ على الشرعية، المقصود بها شرعية مؤسسات الدولة التي يعني تعترف بها العالم، يعترف بها مجلس الأمن، تعترف بها الأمم المتحدة، التي تمثل السفارات اليمنية في كل مكان، التي تمثل الجاليات اليمنية، التي تمثل كل يمني في كل أنحاء العالم، الذي إذا سقطت هذه الخيمة ما نكون في حالة أسوأ مما نحن فيه. أما كأشخاص قائمين على الشرعية الموجودين في الرياض، الحقيقة أن عندنا تحفظ كبير على أدائهم، عندنا تحفظ كبير على انتمائهم للوطن، عندنا تحفظ كبير على وقوفهم عند مثل هذه القضايا الكبيرة التي تحدث في أوساط البلد وفي أوساط الشعب وفي معاناة الناس. لا يعني ذلك أبدا أننا عندما نقول للناس أننا يجب المحافظة على مؤسسات الدولة أو جيش الدولة أو شرعية الدولة، أننا في نفس اللحظة ندافع عن هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة يستحي الشخص حقيقة أن يدافع عنه. نعم، لكن سيد عادل، يعني نجد لغة الجميع فيما يتعلق بالصراع الحاصل، الجميع يثني على التحالف ويعني يشكر التحالف على دعمه لكل إنجاز يقوم به سواء الشرعية أو الانتقال، يتصارعون فيما بينهم والجميع يشكر التحالف، كيف يفهم هذا الأمر؟ المواقف تختلف حتى في بالنسبة للشرعية، تختلف المواقف فيما بينهم في قضية الثناء على التحالف أو على جزء من التحالف. وشهدنا يعني الشكوى الرسمية التي قدمتها الشرعية على الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة في أعلى منبر للعالم، هو الأمم المتحدة يعني قدمها وزير الخارجية بصفة رسمية، وأثبت أن الإمارات أصبحت دولة معتدية في اليمن وضربت بالطيران جيش خاص بالدولة، وهذا كلف الإمارات يعني أمور كبيرة جدا. في الأخير الإمارات هي دولة، ليست مثل الانتقالي أو الحوثي أو أي ميليشيات أو مكونات، في الأخير هي دولة عضو في الأمم المتحدة ولها اعتباراتها. يعني أي خروج عن غرامة قسم 2216 أو تخويل الشرعية لها يضرها كثيرا، فهي الآن تحاول أن تدوب هذه الشرعية الموجودة في شرعية جديدة من خلال اتفاق الرياض، من خلال السيطرة على الأرض، من خلال يعني صنع سيناريو وبرنامج جديد يشرع من خلال تواجدهم وسيطرتهم على الأماكن التي يريدون. هذه أشخاص لا يقولون لهم لا أبدا، يعني الشرعية على الضعف الموجود فيها، إلا أنها عندها نوع من الممانعة، يعني ترفض أحيانا الانبطاح أو الذهاب بالوصاية إلى أكبر درجة، بينما في الجانب الآخر ليس عندهم أي إشكالية أو مانع في أن يبيعوا البلد بحذافيرها.
نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد عادل الحسني القيادي السابق في الحراك الجنوبي، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي مرة أخرى سيد حسين الحنشي رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء. سيد حسين، يعني البعض يقول بأن مسألة تحرير الجنوب كما يتحدث المجلس الانتقالي والسعي وراء الانفصال، يعني هل تأتي فكرة الانفصال من أجل تسليم يعني جنوب البلاد لمشاريع خارجية و يعني تكون التبعية لدول، يعني هذا كل ما في الأمر؟ يا أخي الخطاب هذا المكرر بهذه الطريقة خطاب قوي جدا، خطاب لا يحل المشاكل. هناك قضية جنوبية موجودة منذ ربع قرن، قبل أن يكون هناك تحالف عربي، قبل أن تكون هناك إمارات عربية متحدة، قبل أن تكون هناك المملكة العربية السعودية. على الجميع أن يعي هذا. هذا الشعب وهو لا خلاف على هذا الأمر، وكان مؤتمر الحوار الوطني أيضا أعطى القضية الجنوبية مساحتها، وأيضا يعني تم الحديث بخطوات عملية فيما يتعلق بهذه القضية. لكن أن يأتي القفز عن طريق دعم خارجي لتحقيق انفصال وبالتالي تسليم جنوب البلاد بأكمله لمشاريع يعني ضيقة ومشاريع أقليمية، هذا شيء أظن أنه لا يعقل ولن يقبل به أي جنوبي لديه عقل. هذه فكرة مغلوطة إخوانية أخرى. مؤتمر الحوار الوطني كان فيه فريق للقضية الجنوبية بقيادة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، وقدم مشروع يتضمن اقليم جنوبي وحق تقرير مصير الشعب الجنوبي. طرد الفريق الجنوبي محمد علي احمد السدل بشخصيات قرطونيه من الجنوب تتبع قوى الشمال، وقعت على مشروع الاقاليم السته وتقسيم الجنوب الذي يقتضيها للشعب. هذا ليس حل. كلما كانت هناك فرصه لقوى الشمال ان تحل المساله الجنوبيه كان هناك محاوله للاستحواذ واضفاء الجميع. حتى هؤلاء القيادات في المجلس الانتقالي الحالي اقسمت على علم الوحده وكان شريكه بعد الحرب الاخيره، وكان يمكن ان يكون الجنوب مرتكز لتحرير ما تبقى من الشمال، الا انها اقصيت كل هذه القيادات من السلطه كذلك بطريقه بشعه، اقصت الجنوب عن طريقه. يجب ان لا يتم تمرير هذا الخطاب الذي لا يسمع اي حل واي استقرار. على الجميع ان يعي ان هناك قضيه جنوبيه قبل ان يكون هناك تحالف عربي. إذا أردتم استقرار في اليمن وأن تبقى الوحدة ولو ضمن إقليمين، عليكم أن تكونوا واقعيين في حق هذا الشعب الجنوبي الذي يخرج منذ ربع قرن في مليونيات ولديه قضية. أما الحديث بهذه الطريقة عن المسألة، لا أحد يتنكر على القضية الجنوبية، والجميع يعرف قضية الجنوب ومظلومية الجنوب، وبالتالي لا تحل الأمور بمنطقة الميليشيات ومسألة الترحيل. كل ما يعني تم تحقيق أي فعل على الأرض يعني مباشرة ما يبدأ المجلس الانتقالي بمسألة الترحيل. يعني نتساءل أيضا هنا بنقطة مهمة، يعني عندما سيطر الانتقالي منذ أو خلال اليومين الماضية على جزيرة سقطرى، باشر بترحيل بعض الأسر والتي تنتمي للمحافظات الشمالية، منهم عسكريين ومنهم مدنيين. كيف يفهم أيضا هذا الأمر؟ يعني هل يتم استعادة الدولة بهذه الطريقة واستعادة دولة الجنوب التي يتم الحديث حولها بهذه الطريقة؟ طبعا لا يتم استعادة الدولة حتى بالمطلقة أو إيجاد استقرار حتى بالمقاربات الإعلامية. هناك جيش من القوات الشمالية كان موجود في سقطرى، الجنوبيين استعادوا سقطرى، الجنوبيين السقطريين. تم ترحيل هؤلاء العسكريين إلى خارج المحافظة، هذا أمر طبيعي كليا. أما الادعاء أن هناك مدنيين، لم يكن هناك مدنيين شماليين في سقطرى، كان هناك قوات عسكرية وتم ترحيلها وبكل شرف وبكل أمانة عسكرية من دون أن يتم إذلال أحد. يا أخي يجب أن نكون واقعيين أن ردنا حل واستقرار في هذا البلد. ثم لا كيف نفهم أن يكون هناك سيل من البرامج ومن التغطية الإعلامية لما حصل في سقطرى، بينما كل أراضي ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية أي شمال اليمن تقع اليوم تحت سطو الحوثي، وسقطت قدمان قبل يومين واليوم سقطت ثانية، دون أن نرى هذا الاهتمام الإعلامي الإخواني بمسألة ماذا يحصل في الشمال. كيف تريدون للجنوب أن يعود شريكا ضمن الوحدة والشمال أصبح كليا تحت حكم وكلاء إيران الحوثيين؟ هل هناك واقعية في الطرح من إخواننا في الشمال حتى يمكن للجنوبيين أن تفهموا هذا الخطاب؟ نعم، ابقى معي سيد حسين. أرحب بضيفي
عادل دشيلة، دكتور عادل باحث سياسي. دكتور مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك دكتور عادل. يعني نتحدث اليوم عن آخر المستجدات في جزيرة سقطرى، و يعني معنا ضيفنا أيضا يتحدث بأن ما حدث في الجزيرة هو عودة الجزيرة إلى أبنائها، هذا ما حدث في خلال اليومين الماضية، كيف تنظر إلى الأمر؟ ما حصل في جزيرة سقطرى لم يكن أمرا طبيعيا، والذي حصل هو أن الإدارة السعودية تصرفت من منطقة الضغط على الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، الذي رفض التوقيع على مسودة الاتفاقية أو تنفيذ الشق السياسي من اتفاقية الرياض. ولذلك قامت الإدارة السعودية أو القوات السعودية بتسليم الجزيرة لمجموعة من الميليشيات المتمردة الخارجة عن القانون، والتي تم استخدامها من محافظتي لحج والضالع. أما بالنسبة عندما يتحدث عن ما يسمى أن الجزيرة رجعت إلى أبنائها، فهذا كلام يعني خارج عن الصحة تماما، والمحافظة كانت تدار من قبل أبنائها، منهم محروس ومنهم شخصيات قيادية وعسكرية. ولكن الذي حصل أنه مثل ما كل مرة الميليشيات تتصرف من منطقة، يعني في منطقة الملشنة، قامت بتهجير وإخراج المدنيين من يعني الذين هم من أبناء المناطق الشمالية ولهم في هذه الجزيرة لا يعني سنوات عديدة، منهم مدنيين ومنهم عسكريين، وبالتالي لا جديد في الموضوع، لأن الميليشيات تتصرف بعقلية السطو المسلح، بعقلية تقليدية مناطقية، وبهذا المنطق لا يمكن أن تستعاد ما يسمى بدولة الجنوب. والحديث عن ما يسمى بدولة الجنوب والإعادة والاستقلال، هذا كله مجرد هراء. أنا باعتقادي ينبغي أن يكون الخطاب موجه لمن يدير هذه الميليشيات المسلحة، وأن يكون مع من يمولها سياسيا وعسكريا واقتصاديا. أما بالنسبة للميليشيات، فمن متى الميليشيات تفهم لغة السلام والصلح وتفهم لغة الحقوق والحريات وإلى آخره؟ لذلك أنا لكن دكتور عادل، يعني هناك الرئاسة اليمني، هناك دائما مراهنة من الشرعية عندما يعني تحدث أي مناوشات أو يحدث أي تقدم لقوات الانتقالي أو ميليشيات الانتقالي، دائما ما تتحدث بالمراهنة على القوات السعودية المتواجدة، سواء كان في عدن أو القوات السعودية المتواجدة في جزيرة سقطرى. وما نلاحظه هناك تراخي من قبل القوات السعودية وتسليم للكثير من المواقع والمناطق، وبالتالي لا نجد أي موقف للشرعية أمام هذا الأمر. الرئيس اليمني رفض أن يتجاوب مع الإملاءات السعودية مؤخرا، ولذلك حصل الذي حصل في جزيرة سقطرى. ينبغي أن نفهم ذلك جيدا، هذه نقطة مهمة في غاية الأهمية. تم إبلاغ الرئيس اليمني بضرورة توقيع هذه الاتفاقية السياسية وتنفيذ الجانب السياسي قبل العسكري والأمني، ورفض. ومن ثم قام التحالف بتسليم 80 مليار ريال داخل عدن، ومن ثم بعد الضغط بهذه النقطة قاموا وقالوا له عليك أن توقع، ورفض التوقيع، ثم قاموا بتسليم جزيرة سقطرى. ولذلك أنا باعتقادي أنه إذا استمر التحالف العربي في هذه السياسة، قد ربما أن تخرج الأمور عن السيطرة في المناطق الجنوبية وحتى في الشمالية. ولذلك أنا باعتقادي أن السعودي أن الشرعية لن تظل صامتة إلى ما لا نهاية، وقد ربما أن يخرج تيار آخر من خارج الشرعية نفسها، لأنه منطق الميليشيات في الشمال والجنوب لن يقبل به أحد. هذا ليس منطق سياسي ولا منطق أخلاقي ولا ديني ولا وطني، أن تقوم ميليشيا صد مسلحة بتهجير الأبرياء، سواء من عدن، سواء من أبين، سواء من سقطرى. ولذلك الإقليم، إذا دول الإقليم خاصة السعودية والإمارات، يعني إذا لم يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان، فقد ربما أن تخرج الأمور عن السيطرة وأن يدخل البلد في نفق مظلم لا سمح الله، وهو ما لا نتمنى. نعم، إذن دكتور عادل دشيل باحث سياسي كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأعود بسؤال أخير لضيفنا من عدن السيد حسين الحنشي. سيد حسين، يعني ما حدث في جزيرة سقطرى، هل يمكن القول اليوم بأن الأمور ستنتهي عند هذا الحد، و يعني لن تحدث أي مواجهة أخرى، أم نتوقع أن الأمر
يعني ما زال مرشح لمواجهة قادمة أيضا. لا بطبيعة الحال لن يحصل أي مواجهة، لأن استقر الوضع على أن أبناء الجزيرة أخذوا جزيرة من جزيرتهم، وأبناء المحافظة أصبحوا يسيطرون على محافظتهم حسب المشروع الذي تراه الأغلبية من السكان، كما خرجوا يحتفلون على شاشة القنوات، ويمكن أن يكون لقد هذا الاحتفال بعد يوم من سيطرة القوات السقطرية بقيادة السقطرية عبر القائد عبد الله بن كهنل على المحافظة. فلن يكون، وهل سيتوقف الأمر على سقطرة أم سيظل تمدد ميليشيات الانتقالي نحو حضرموت ونحو المهرة في قادم الأيام؟ ما تعني بالميليشيات الانتقالية هو ليس جيش المارين الأمريكي يريد تمدد المحافظات، ولكن المحافظات نفسها ولا جيش دولة، ولا جيش دولة هو مشروع آخر، فكل المحافظات ستنتفض حتى تحقق ما تريده المحافظات الجنوبية وما يريده الشعب في هذه المحافظات بالذات، سواء في شبوة أو في حضرموت أو في مهرة أو في كل محافظة جنوبية، حتى يستقر الشعب على المشروع والقضية التي يناضل من أجلها منذ أربع عقود. أشكرك سيد حسين الحنشي رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء، كنت معنا من العاصمة المؤقتة، شكرا جزيلا لك، ونكتفي مشاهدينا بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.